تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما. ومن المقرر أن تستمر الجلسات لمدة 6 أيام تستمع خلالها إلى إحاطات من 52 دولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة.